والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. بداية يسعدني أن أرحب بمعالي الوزير السيد الأستاذ أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وأشكره على تفضله بتشريفه لهذا اللقاء الهام، كما أرحب بمعالي الأستاذ الدكتور رضا حجازي نائب معالي وزير التربية والتعليم، ونشكره أيضا والوزارة على هذا العمل المشترك، وأرحب بحضراتكم جميعا. وبإيجاز شديد، عملية البناء الكبيرة، عملية البناء الكبيرة في الدولة المصرية تقوم على محورين أساسا: بناء الإنسان وبناء الأوطان. بناء الإنسان وبناء الأوطان، وكلاهما لا ينفك عن الآخر. بناء الأوطان بناء شامل، تدخل عملية بناء الإنسان في داخله، فهناك كما تتابعون البناء في مختلف المجالات، سواء في مجال الإسكان، في مجال البنية التحتية، في مجال الطرق، في مجال الطاقة، في شتى مجالات البناء التي تعود بالنفع على الإنسان والأوطان. داخل عملية بناء الأوطان تأتي عملية بناء الإنسان. ولا شك أن الوزارات المعنية الماثلة أمامكم اليوم، سواء في وزارة الأوقاف أم في وزارة التربية والتعليم أم في وزارة الدولة للإعلام، ومعنا أيضا مشاركة في وزارة الثقافة التي يعني إحنا اليوم منها نقيم المسابقة حول إصدار من أهم إصدارات وزارة الثقافة والسلسلة الرؤية ووزارة التعليم العالي، نعمل معا. وإن شاء الله سأترك الحديث في هذا المجال للزميل العزيز معالي وزير الإعلام. إحنا الآن يمكن بنعد الحاجة مهمة جدا، مؤتمر كبير عن بناء الشخصية الوطنية، ويمكن بالمناسبة الحمد لله في إطار التعاون المشترك ده كتاب، يعني السنة دي إحنا في مسألة بناء الإنسان الحقيقة في المناهج التعليمية الجديدة كلها بتهدف إلى بناء الإنسان في دولة عصرية حديثة. كتاب القيم وقبول الآخر مهم جدا، بدأ مع المرحلة الابتدائية، لكن آدي هو كتاب واضح: بناء الشخصية الوطنية بناء متكامل. الكتاب ثمر التعاون كبير بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، وأنا حابب دكتور رضا أوجه شكر لدائرة المناهج على المعالجة التربوية الراقية. الحقيقة الكتاب بعد المعالجة التربوية أصبح شيئا آخر. الكتاب أظن هيتكلم الدكتور رضا الأولى ثانوي عام وأولى ثانوي فني. الكتاب الحقيقة ليس مجرد كتاب عادي، أنا الحقيقة بأدعو السادة المعلمين حتى يريد حتى معلمي، يعني أنا أتمنى والله يا دكتور محمود لو ضمينا الكتاب ده هو ونستأذن الدكتور رضا يبقى ضمن المسابقة القادمة ضمنها مع سلسلة رؤية، لأن والله يا سيادة الوزير لما تيجي تقرأ مثلا في مسألة أدي بس هقرأ جزئية واحدة بس في مسألة حب الأوطان، يقول لك بص: مصالح الأوطان لا تنفصل عن مقاصد الأديان، جزء أساسي. العمل على تقوية الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي ووطني. أكثر الدول إيمانا بمبدأ المواطنة وحرصها على تطبيقه، وأكثرها إيمانا بالتنوع وقبول الآخر، أكثرها أمنا واستقرارا وازدهارا. أن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكون، فالدولة الرشيدة صمام أمان للتدين الرشيد، وإن تدينا رشيدا صحيحا واعيا وسطيا يسهم بقوة في بناء واستقرار دولة عصرية. قضية المواطنة قضية عادلة، قضية وطن، قضية دين، كل ما يدعو إلى البناء والتعمير والعمل والإنتاج وسعادة الناس والأمن والأمان من صميم الأديان. الكتاب الحقيقة فيه على وجازته يحمل مضامين معالجة علميا وتربويا، وبالمناسبة الكتاب ثمرة مؤتمر دولي شارك فيه أكثر من 200 عالم، انتقينا منه حوالي 17 بحث، ثم انتقينا من البحوث حوالي 10 أبحاث سلمناها لوزارة التربية والتعليم، قامت بالمعالجة التربوية، يعني الحقيقة أخذ جهد، ولذلك ربما إن شاء الله
يبقى فيه الكتب اللي هي تطرح في المسابقة القادمة مع الكتب الأخرى لأهمية هذا الكتاب ولتداوله، فيبقى هو موجود كمنهج وفي نفس الوقت ندخله في المسابقة. وطبعا معالي الوزير هيتكلم عن مؤتمر بناء الشخصية. الحاجة التانية كنا قلت في الجملة، البناء في عملية البناء في مصر تقوم على أساسين، بناء الأوطان وبناء الإنسان. وبالمناسبة دي الكتاب ده عولج للصف الأول الثانوي، الآن سلمنا وزارة التربية والتعليم الكتاب الثاني وهو بناء الدول، وهو أيضا نتاج مؤتمر دولي شارك فيه أكثر من 200 عالم أيضا، وما زلنا ننتقي مجموعة من الأبحاث ثم مجموعة من الأبحاث. والحقيقة الكتاب سواء بناء الشخصية أو كتاب بناء الدول طبع هذا وذاك في وزارة الثقافة، الهيئة عامة الكتاب ضمن سلسلة رؤية، وتم ترجمة كتاب بناء الدول إلى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية في إطار سلسلة رؤية المترجمة. فالعام المقبل إن شاء الله بإذن الله نؤمل إن كان في العمر بقية إن يكون إن شاء الله بين أيديكم الكتاب الثاني اللي هو بناء الدول وقضايا في غاية الأهمية، والكتابان يكمل بعضهما بعضا. هذه المسابقات يقينا بتحفز الذهن. إحنا بنشكر حضراتكم، بنشكر كل المشاركين، ونرجو بعد هذا، بالمناسبة ليست العبرة صحيح حتى في فقط في الجائزة المالية ولا فقط في شهادة التقدير، وإنما في احترامك لذاتك وإنك أنت فزت من بين آلاف المشاركين في مسابقة تعتز بها في قضية من أهم القضايا. فإحنا بنحتاج، وكمان أبنائنا في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والمعلمين والإدارات والمديريات، وإن شاء الله بإذن الله نؤمل إن المسابقة في العام المقبل تكون أكثر انتشارا واتساعا. أنا بكتفي بهذا وبترك معالي الزميل العزيز الأستاذ الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لأنه إحنا في نفس القضية، الهدف بناء الإنسان، وإحنا شغالين مع سيادته في مؤتمر بيعد ليه أو في عمل ضخم حول بناء الإنسان المصري بناء ثقافيا متكاملا. تفضل معالي الوزير. فضيلة الدكتور مختار جمعة في كلمته، احنا الحقيقة مصر حاليا بتشهد نهضة كبيرة جدا، وهذه النهضة الكبيرة الحقيقة عشان نتصور حجم التحديات اللي بتواجهنا، انه مصر كان تقريبا ايام محمد علي كانت حوالي 2 مليون نسمة. ال 2 مليون نسمة يمكن ما كانش فيه وسائل اتصال حديثة، ما كانش فيه حاجات كتير من هذا التطور التكنولوجي اللي احنا بنشوفه طبعا دلوقتي، انما مع التطور النهارده اصبحنا حوالي 100 مليون نسمة. اصبحنا 100 مليون نسمة في حوالي تقريبا 200 سنة. بس احنا في حدود 60 سنة كمان هنبقى 200 مليون نسمة. وبالتالي احنا محتاجين ان عملية التنمية اللي بتتم تكون عملية متسارعة جدا، عشان كده بنشوف السرعة الكبيرة جدا في بناء مدن جديدة وبناء مدارس جديدة وبناء مستشفيات جديدة. ويمكن البعض يقول ان كل ده هنعمل بيه ايه، الحقيقة هو ده بناء من اجل المستقبل، لانه حصل فيه نوع من انواع التعطيل على مدى السنوات الماضية بسبب الحروب اللي خاضتها مصر وبسبب حاجات كتير جدا. انما صاحب هذا البطء في العملية التنموية الحقيقة انه كان فيه، اقدر اقول انه جودة التعليم لم تكن جيدة، اقدر اقول ان كان فيه بعض الامور لم تكن جيدة بما يكفي، ما كانش فيه اهتمام ببناء الإنسان المصري بالشكل اللي احنا كنا نتمنى. فبدأنا في الكلام مؤخرا على قضية مهمة جدا اسمها قضية الوعي، وقضية الوعي لها مؤسسات مسؤولة عن بناء الوعي داخل المجتمع المصري، هي منها المؤسسات الدينية والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الثقافية اللي منها الإعلام والثقافة، والمؤسسات أيضا الشبابية زي الشباب والرياضة، وأيضا المؤسسات النظامية زي القوات المسلحة زي الشرطة وخلافه. نتيجة التغيرات الكتير اللي حصلت في المجتمع أصبح فيه عندنا ما يسمى باختلال منظومة القيم الأساسية اللي موجودة في المجتمع المصري،
وبعد ما كنا بنقول إنسان مصري بيتميز بالأخلاق الحميدة والقيم النبيلة والكرم والجود وخلافه، إنما أصبح لدينا حتى بعض الانحراف اللي موجود في بعض السلوكيات اللي موجودة، يعني أقدر أقول هو سلوك عشوائي قدر الإمكان إنجاز التعبير. ولكن مهمتنا حاليا هي إعادة بناء الإنسان المصري وإعادة بناء الشخصية المصرية بشكل يتفق مع البناء والتنمية التي تتم في المجتمع المصري حاليا. هذا الأمر هو أمر شديد الصعوبة، والحقيقة ما في وزير في مصر الحقيقة بيقعد في جلسة مع الرئيس إلا ما يكون الرئيس بيتكلم وبيوصي بهذا الأمر بشكل واضح. وأنا واثق إن هو زي ما قال لي، زي ما قال الدكتور مختار، زي ما قال لوزير التربية والتعليم، زي ما قال للتعليم العالي، زي ما قال للثقافة. وبالتالي وجدنا من الضرورة بمكان إن احنا نجتمع جميعا على إنه إزاي هذه المؤسسات اللي احنا ذكرناها كلها تقدر تجتمع في مبادرة مهمة جدا لإعادة بناء الشخصية المصرية مرة أخرى، وإعادة تنظيم القيم المصرية بشكل يضمن إنه عملية التنمية اللي احنا بنشهدها حاليا في المجتمع يكون بيصاحبها عملية تنموية في الأخلاق والقيم المصرية بشكل أساسي. في دول بتقوم على قيمة واحدة، يعني ممكن تقول إن ألمانيا بتقوم على قيمة العمل، ممكن تقول إنه اليابان مثلا بتقوم على قيمة الأخلاق والعمل، ممكن تقول إن الولايات المتحدة بتقوم على قيمة اسمها الحرية. وبالتالي إحنا عندنا في لازم نقول المجتمع المصري ينبغي أن يكون له قيمه الأساسية، وهي مش قيم بعيدة، إنما إحنا محتاجين نعيد تنظيمها مرة أخرى بشكل يضمن إنه عملية البناء والتنمية اللي بتتم حاليا يكون بيصاحبها إعادة بناء للشخصية المصرية مرة أخرى، وإن إحنا نزيد حالة الوعي في المجتمع بشكل كبير. ما يحدث اليوم هو يأتي في إطار هذه المبادرة المهمة الحقيقة. وبشكر مرة أخرى السيد وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، وهو صديق عزيز والحقيقة من الناس اللي تبنوا فكرة التنوير خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح جدا وملموس لكل المجتمع المصري. أنا مش عايز أطول على حضراتكم، أنا بشكره على هذه المبادرة وبعيد شكره على دعوتي لهذه المسابقة المهمة التي نحن بصددها لها. شكرا. رسالة المعلم لا تختلف كسيال عن رسالة الخطيب، فكلاهما يعمد إلى بناء الإنسان بناء سلوكيا هاما. وبالمناسبة الأخلاق والسلوك هي الثمرة الحقيقية لإيمان الإنسان بالله، ولا يمكن لإنسان مؤمن بالله عز وجل يعني يدعي الإيمان إذا كان سلوكه منحرفا. لا إيمان لمن لا أمان له، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. ما أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فثمرة الإيمان هي في التعامل مع الخلق. ما بينك وبين الله أمرك فيه إلى الله من شأن الأمور التعبدية، لكن الثمرة الحقيقية هي في الأخلاق والقيم والسلوك. ولذلك يعني بمناسبة فرصة معنا معالي الأخ والزميل العزيز الأستاذ الدكتور ضد حجازي في مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية دعونا إلى يعني تفعيل مدونة السلوك القيمي والأخلاقي للطلاب. الحقيقة موجودة وموجود في كل المدارس شهادة حسن السير والسلوك، ولكن جت فترات قديمة كانت القضية قائمة على التلقين والتعلم والحفظ والاستذكار. أظن في منظومة التعليم الجديدة وتطويرها الجديد وقيامها على قياس مجمل المهارات الإنسانية، الحقيقة أنا الآن أن تبقى مدونة السلوك ممكن، أنا حتى اقترحت مؤتمر الجامعات ممكن يبقى في أعمال السنة تدخل في التقييم في كليات معينة زي كليات مثلا الشرطة، كليات الحربية، كليات النيابة، كليات الدعوة، ما يدخلهاش طالب عنده عوج في مدونته السلوكية، ونأخذ يبقى بيقاس فيها
نظافة الطفل وحرصه على نظافة المكان، التزامه بالنظام العام، كل الصدق. يبقى ما بقيمش العملية التعليمية فقط، وانا اظن ان المناهج الحديثة اللي بتعملها التربية والتعليم قائمة على قياس مجمل المهارات والتفكير، فيبقى مدونة السلوك الاخلاقي والقيمي. يعني نصيحتنا لكل زملائنا من المعلمين انها تتاخذ مأخذ الجد، ثم بعد ذلك يتم التنسيق مع التعليم العالي ان المدونة السلوكية دي يبقى فيه كليات معينة اللي هي بتطلع معلمين او مربين او خطباء، اللي عنده خلل في المدونة السلوكية ما ينفعش يدخل الكليات دي. فمن هنا يعني زي ما قال، يمكن زي ما قلنا في التجارب مع الوزير، في تجارب بعض الدول زي المانيا او اليابان بتلاقي الناس ملتزم بالنظافه، ملتزم بالنظام. ليه؟ لان ده جزء من تقييم الطالب داخل الايه؟ داخل الفصل. احنا الحقيقه بنشكر السيد وزير الاعلام، وبنشكر معالي الاستاذ الدكتور رضا حجازي، وسعداء بالتعاون معكم وبهذه المشاركه. احنا الان تقريبا المشاركه اللي بيننا وبين وزاره التربيه والتعليم في مساله بناء الانسان ربما غير مسبوقه في تاريخ المصري في التعاون بين الوزارتين، سواء في الدورات المشتركه للمعلمين، سواء بالدورات الائمه، سواء الدكتور رضا شارك معنا في الملتقى الثقافي السنوي، هو ضيف دائم يعني او شريك دائم معنا. هذه المسابقات اللي بتتم في القوافل التعليميه، اللي بيتم سواء في المسابقات الحقيقه، وده ما يجب ان تكون عليه مؤسسات الدوله من عمليه التشبيك فيما بينها حتى نصل الهدف. الكلمة الآن مع سيادة الدكتور رضا معالي نائب وزير التعليم. تفضل. معالي الوزير أستاذ الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، السادة الزملاء من قيادات وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، زملائي المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابا اللي حضراتكم تحيات معالي الوزير، كان حريصا معالي الوزير ان يبقى موجود النهارده لولا التزامات وارتباطات، فنبني ان اكون بدلا منه في هذا اليوم. الحقيقه حضرتك اشرت النقطة خطيره ومهمه، ان الدوله المصريه بناء الاوطان وبناء الانسان، وده التعاون المثمر اللي بين وزاره الاوقاف ووزاره التربيه والتعليم. ما لا شك ان هدف الدوله الكبير هو بناء الإنسان المصري، وبناء الإنسان المصري ليس مقتصرا على وزارة التربية والتعليم، ولكنها مسؤولية مشتركة ما بين عدد من الوزارات. وها نحن الآن لنبرز أو نوضح مدى التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم. استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، الهدف الرابع بتاعها على طول فرض قابل للتعددية، يقبل الاختلاف، يستطيع أن ينافس محليا وعالميا. طب ده هيحصل إزاي إلا إذا كان الاهتمام بجميع القيم وليس بالجانب المعرفي بمفرده. إحنا ده عشان يقدر يتكيف ويبقى قابل للتعلم وقابل للمنافسة. فعلشان كده نظام التعليم الجديد زي ما تفضل معالي الوزير بيركز أيضا على مهارات القيم كلها. وانا لازم هنا في بالاشاره اقول في حاجتين كبار مع وزاره الاوقاف قبل ما ادخل في المسابقه اللي احنا بصددها النهارده. في عندنا كتاب بناء الشخصيه، وده بيجرى عليه اجراءات الان قبل ان يتم او يعني يبقى صالح للنشر او للتداول او للتدريس للطلاب. اما كتاب الحقيقه الثمره الحقيقيه اللي انا كتربوي بقول هي غايه في الاهميه، هو كتاب معالي الوزير القيم والاخلاق. احنا انا برضو معلش بقول القيم تعلمها واكتسابها ليس بالامر اليسير، يعني مش معلومة بقولها، لا ده لازم تلمس الوجدان ويبقى في قدوة علشان تتشرب وتصبح قيمة في السلم القيم للفرد. تنمية القيم عملية ليست باليسير. عندنا ست قيم في كتاب القيم والاخلاق لثالثة ابتدائي، كلهم مبادئ سماوية سامية لتصلح لمين مع الوزير؟ لكل الناس. الحب، الرحمة، الاحترام، الاتقان، الامانة، المثابرة. وازاي نحول دول لمؤشرات قابلة للتحقيق
الكتاب كتاب رائع بناء يعني بناؤه وبناء محتواه ليس مادة علمية ولكنه عن طريق القصص التي تؤثر في الوجدان. وأنا الحقيقة بقول إن هذا يعتبر إنجاز كبير جدا ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف. الحقيقة النهاردة بقى الاحتفالية الكبيرة النهاردة إن إقامة مسابقة حول الثقافة، ما هو برضه في تعاون وبروتوكولات بتتمضي، لكن في الآخر مفيش حاجة على الأرض. لا، إحنا النهاردة بنتكلم على حاجة تمت، وده يبقى العبرة بالإيه؟ بالنتائج. فإحنا عندنا إقامة مسابقة حول الثقافة الدينية الصحيحة بهدف نشر الفكر المستنير وتصويب أفكار الطلاب وتحصينهم من الأفكار المضللة. أنا شخصيا بقول المسابقة أحدثت حراكا قويا جدا على المستوى الثقافة الدينية والقيم الدينية ما بين الطلاب والمعلمين. السبب إيه؟ إن بدأ يحصل نشر وتبادل ما بين المعلمين وبعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي. ده في حد ذاته حراك، وده الكتلة الحرجة اللي تنقل الناس في الاتجاه الإيه؟ السليم. وصلت 60,000 مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة يعني عايز أقول لازم أشكر كل من شارك في هذه المسابقة ولم يحصل على جائزة لشرفي أنه تعلم وقرأ، وإن شاء الله السنة الجاية يكون له حظ. أما بقى إخواتنا اللي فازوا فلازم نهنيهم وننتظر منهم يعني حاجات جميلة في هذا الإيه؟ في هذا الإطار. المرحلة الابتدائية الحقيقة يعني مع الوزير ووزارة الأوقاف كانوا حرفيين جدا في طرح المسابقة. بمعنى إيه؟ إن المسابقة في المرحلة الابتدائية والإعدادية إن هو يلخص مجموعة كتب في بعض المجالات، وهي على سبيل المثال حماية دور العبادة وفقه الدولة وفقه الجماعة، بناء الشخصية الوطنية، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة. هنا بقول للطالب لخص لي هذا واحد من الكتب دي، وهناك بعض المعايير في عملية الايه التلخيص والتوثيق والكتابة والتسلسل، وكأننا نعد باحث ايضا كمان منذ نعومة اصفاري. اما في المرحلة الثانوية بقى لا، ده طالب كبر وعاد يقدر يعمل هو بحث، هو نفسه بقى ينتج بحث ويستفيد من المصادر في اعدادي ورقة بحثية حول مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة. ده الحقيقة اللي كان المعلمون بقى الثانوي عبارة عن حماية دور العبادة في الإسلام، وده مطلب أساسي جدا، وأنا بقول هنا دور العبادة في مطلقها. فده كان المرحلة الثانوية. أما المعلمون كان البحث اللي هو هيعمله بقى اللي هو بحث مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة. فالحقيقة أنا بشكر وزارة الأوقاف، بشكر طبعا زميل الدكتور محمود إن إحنا نسقنا وهندسنا زي ما بقول المسابقة بحيث تؤدي الهدف بتاعها التعلمي والوجداني، ويبقى الجزء مناسب لكل فرد من أفراد الطلاب، يعني المستوى بتاع الطلاب. مرة تانية لازم أشكر معالي وزير الأوقاف بجد، الجزء ده مهم، بناء الإنسان مرة تانية بختم بيها ليس مسؤولية وزارة التربية والتعليم فقط، ولكنها مسؤولية مجتمعية وتشاركية، وها نحن الآن بوجودنا مع وزارة الأوقاف واحد من هذا من آليات التشارك، لأن التشبيك والتعبئة بيقلل الموارد المطلوبة، وده هدف موجود لازم نسعى إليه. مرة تانية بأهنئ المعلمين والطلاب الفائزين، وبقول للطلاب والمعلمين اللي ما فازوش ان شاء الله انت اكتسبت ونالك ونلت شرف المشاركه، وان شاء الله المره الجايه باذن الله نجدك بيننا. شكرا معالي الوزير. شكرا، وان شاء الله باذن الله بعد التهنئه احنا دايما بيبقى عندنا مبدا لما بنيجي نعلن مسابقه جديده ما بنعلنهاش الا لما نقفل المسابقة القديمة والناس تستلم جوائزها سواء المالية أو شهادة التقدير أو التكريم، ولأن ده بيدي حافز بجدية المسابقة. إحنا مجهزين مع وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع السيد المستشار الوزير لشؤون مادة التربية الدينية
المسابقة الجديدة، وإن شاء الله قبل نهاية الأسبوع ده بنعلن المسابقة الجديدة. طبعا قبل نهاية هذا، احنا بنعملها مع بداية العام الدراسي، لأن دايما الأولاد والسادة المعلمين في الأيام الأولى بيبقى فيه مساحة شوية للجانب الثقافي. لما بنقرب على امتحانات الترم بيبقى لا صوت يعلو فوق صوت الامتحانات، فاحنا بنستغل دايما الايام والاسابيع الاولى، والطالب جاي المدرسه بيقدر يبقى عنده مساحه اوسع للمكتبه. فقبل نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله هنعلن عن المسابقه الجديده باذن الله تعالى. ختاما ليس بعيدا عن الاعلام، في وجود معالي وزير الاعلام، يا طبعا الحاضنه الكبرى لكل المؤسسات الاعلاميه، احنا كان ايضا وده بقى مهمه، ان فعلا زي ما قال معالي الدكتور رضا، محدش يقدر يشتغل لوحده، لا الاوقاف وحدها ولا الاعلام لوحده ولا التربيه والتعليم ولا التعليمات، كل مؤسسه عليها دور. لكن عندما تتكامل الادوار تكون الصمره افضل واصعب. احنا بنشتغل في كل الاتجاهات. الحقيقه لنا مع صحيفه الجمهوريه لمده 3 سنوات سابقه مسابقتان كبرى يعني في العالم، المسابقه الرمضانيه على مدار شهر رمضان، والمسابقه الثانيه بمناسبه المولد النبوي الشريف. وبنكون حريصين كما نعمل مع التربيه والتعليم ان نعلن المسابقه والفائزين ويتسلموا جوائزهم قبل الاعلان عن المسابقه الجديده. والحقيقه يعني لما هنشوف الساده المشاركين هنلاقي بقى ما بين معلمين ومعلمات ومهندسين ومحاسبين وطلاب جامعه، يعني الحقيقه بتحظى بمشاركه واسعه عاما بعد عام. قبل تسليم الجوائز الحقيقه بيسعدنا الوجود الاستاذ فريد ابراهيم نائب رئيس تحرير الجمهوريه نيابه عن الاستاذ عبد الرازق توفيق رئيس التحرير. وبمناسبه دي احنا بندعو الاستاذ فريد لكلمه موجزه في 5 دقائق، وبنهنئه على كتابه الجديد ايضا الذي صدر كتعاون بين وزاره الاوقاف ووزاره التحرير، هو كتاب رواد مدرسه التجديد. عرض فيه الاستاذ فريد 18 مؤلف من مؤلفات الاوقاف في كتاب يعني فريد من نوعه، وكتاب شديد التميز، وهو ايضا في صحيفه الجمهوريه. فاحنا ان شاء الله بندعو الاستاذ فريد لكلمه حول موضوع المسابقه المشتركه بين وزاره الاوقاف وصحيفه الجمهوريه، ثم نبدا مباشره في تسليم الجوائز مراعاه لوقت الوزيرين المحترمين معالي وزير الاعلام ومعالي نائب وزير التربيه والتعليم. تفضل استاذ فريد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. حي الساده المنصه معالي الدكتور محمد مصطفى معالي وزير
مشكلة. يعني دي مشكلة كبيرة نتكلم فيها في التعليم وفي الجامعة وفي غيرها، إنما في خلاصة هذه النقطة. لأن أحيي الجميع، أما قضية بناء الشخصية التي تحدث عليها معالي وزير الإعلام وتحدث جميع المتحدثون، وفي وجود المعلمين فنحن بحاجة ماسة إذا أردنا أن نتحضر ونحن نسير في طريق الحضارة أن نعيد بناء الشخصية، وخاصة شخصية الأستاذ الذي يملك القدرة ويملك العظمة. صفة الأستاذية هي القدرة والعظمة. القدرة هو أن يكون عالم فيما تخصص فيه، والعظمة أن يكون صدره باتساع هذا العلم يتسع للطالب ويتسع للضعيف ويتسع للذكي، ويكون القدرة ومن القدرة أن نعطيه هذه القدرة. نحن كمجتمع كدولة نعطيه هذه القدرة من خلال مكانته ووضعه المادي ووضعه الاجتماعي. ولو احنا اردنا ان نمثل لهذه القدرة والعظمة، ففي علاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بما حدث له في الطائف عندما جاءه الملكان يقولان له لو اردت جاءه بالدين لو اردت ان اطلق عليه من الاخشبين لفعلت، كانت هنا العظمة. الرجل مضروب اديه 10 ايام يدعو الناس ولا يجيبونه يهينونه يجرون به سفهاءهم يصيبونه في جسده، ومع ذلك تظهر هنا العظمه. قال لعل الله يخلق من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعتذر عن التاخير، لم يكن بخطري او بقصد. شكرا سعيد. الحقيقه في نقطه بس مهمه قالها، كان الحقيقه الغالب عن المسابقات التسويقيه كان يبقى يجيب اسئله، يعني نقول من البساطه او من السذاجه، ما اسم فلان، ما اركان الاسلام، عشان يجذب اكبر عدد من المشاركين. ولكن سواء المسابقه الحقيقه اللي عملناها مع الجمهوريه تكاد تكون مسابقه متخصصين، اكتب عن الحاكميه، عن قضايا التكفير، عن قضايا في منتهى العمق، زي الكتب اللي كانت مسابقه التربيه والتعليم، ايضا كتب موجوده سواء تلخص او ابحاث تكتب. فخرجنا بالمسابقه زمان ما كانش يعنينا الكم، وانما كان يعنينا الكيف وبناء ذات هدف تثقيفي. ولكن الحمد لله سواء من شاركوا من التربيه والتعليم، لما معالي الدكتور يقول ان 60,000 في اول طرح المسابقه، والجمهوريه بيجينا من اقاصي الجمهوريه، ده تاكيد على ان الزائقه ما زالت قويه وان العمل الجيد يفرض نفسه. بنشكركم جميعا، وبنبدا الان مع معالي وزير الاعلام ومعالي الدكتور رضا في تسليم جوائز التربيه والتعليم، ونستاذنهما في ان الدكتور محمود فؤاد، لان هو الحقيقه بذل جهدا، نستاذن الدكتور رضا يكون معانا في التسليم وهو الشيخ جابر، ثم بعدها ندعو الاستاذ فريد لتسليم جوائز مسابقه الجمهوريه مع معالي وزير الاعلام ايضا الدكتور رضا. فانت مسؤول عن الاثنين معانا، ان الاعلام ده بقى ايه شرف لهم ان حضرتك تكون معانا في كتاب التسليم. بنبدا والان مع الاخوات الكريمين، ونبدا بالساده المعلمين. الاستاذ رواد ابراهيم محمد المنوفيه. الاستاذ اسماعيل محمد ابو الهيثم الغربي. وعاتب الإجراءات الإحترازية، إحنا نلتزم بعدم التفرق، فكل واحد يتسلم الشهادة والعدم.
والآن مع تسجيل جوائز المسابقة المشتركة بين وزارة الأوقاف وجريدة الجمهورية التي تمت على مدار شهر رمضان الماضي. الفائز الأول محمد عطية أحمد محمد، الدقهلية قيمة الجائزة 5000 جنيه. واشتراك لمدة عام لجريدة الجمهورية وشهادة تقدير ومجموعة من الكتب مدان وزارة الثقافة. الفائز الثاني عبد المنعم عبد القادر حسن، المنوفية 4000 جنيه. دينا علاء عبد الحميد عبد الحفيظ، البحيرة 3000 جنيه. أبو زيد محمود بوليدي، بني سويف 1000 جنيه. الفائزون من الخامس إلى العاشر جائزة تشجيعية قيمة كل جائزة 1000 جنيه. الفائز الخامس محمود حامد سالم محمد الإسماعيلي. الفائز الثالث إجلال ماهر فتحي عبد الحميد أسيوط. الفائز السابع عمرو عطية أو عمرو عطية البلداني البحيرة. الفائز الثامن هيثم سعد صالح أسوان. الفائز الثالث رائد سلامة عبد العال القاهرة. الفائز العاشر نمياء جمال أبو العز المنوفية. شكرا لحضراتكم وشكرا لسعادة حضرة المعالي الوزير.